اهلا بيكم في حلقه جديده. النهارده فيديو جديد هنتكلم فيه عن علاقات، والنهارده هنتكلم عن ايه هي العلامات او ايه المؤشرات اللي لو حصلت ده معناها ان الراجل اللي انت مرتبطه بيه او الراجل اللي انت معاه او هوفر بقى وات ايفر ايه العلاقه بتاعتك معاه بدا يزهق منك او بدا يحصل ملل في العلاقه او ان هو خلاص زهق، يعني ممكن يكون في حاجه غلط، وساعتها ده يبقى ناقوس او alert كده ان في حاجه غلط. طيب ايه العلامات دي؟ رقم واحد ان هو بطل يغير عليك، يعني مبقاش بيغير عليك زي زمان، مبقاش بيتبعك. الراجل لما بيحب الست بيبقى بروتكتيف معاها، بيبقى خايف عليها، بيبقى حاسس ان هو يعني هي بتاعته، ان هو المسؤول عنها. فدايما الراجل اللي بيبقى عايش قصة حب تلاقيه اللي هو بقى انت فين، انت راح فين، يومك ايه بكره، ايه البلانز بتاعتك بكره، هتعملي ايه بكره، عرفيني وانتي نازله، اذا انتي نزلتي من غير ما تعرفيني ليه، رحتي فين، قابلتي مين، هترجعي الساعه كام. لما تلاقيه بقى خلاص بدا يفوت بقى، ولا هو عارف انتي فين، ولا يعرف عندك حاجه، ولا يعرف البلانس بتاعتك، ويعني ممكن تسافري وترجعي وتسافري وترجعي وهو اصلا مش واخد باله. فده معناه ان الراجل ده مش مركز معاك، فهو هتلاقيه هتحس كده ان هو مش مركز، ان في حاجه غلط كده، ما بقاش زي الاول. ده رقم واحد. رقم اتنين ان هو هيبطل يتخانق معاكي. زمان مثلا تلاقيه كان بيشتكي، يقولك ايه ده انت ما بتهتميش بيا، ايه ده انت ما كلمتنيش ليه، ايه ده انت فين مختفيه، فين، ايه ده انت خرجتي مع فلانه دي وانا قايلك ما تكلميهاش تاني ليه، ايه ده انت بتكلمي الراجل ده ليه. يعني مكبر دماغه خالص، خلاص بقى مفيش مشاكل، يعني ايه اعملي انت عايزاه، ودي يعني خلاص دو وات ايفر يو وانت. هو مش مهتم او مش مركز، انت مش بريوريتي عنده، فهو خلاص بقى يعني ايه مش متابعك يعني. فبالتالي مش بيشتكي كتير، مش بيتخانق كتير، مش لان هو not interested، مش مهتم. هتحسي ان هو بقى عنده priorities تانية اهم. يعني مثلا في الاول كان ممكن يفضل يتكلم معاكي، يخرج معاكي، يشوفك كتير، يحللك مشاكلك. لا، وقته، الوقت اللي هو بيخصصه لك هيقل، هيدي بريوريتي بتاعته مثلا لحاجه تانية اهم، لاصحابه، لشغله، لمثلا عيلته. فانت هتحس ان انت المساحه بتاعتك في حياته انكمشت، قلت ما بقيتيش واخده. مثلا كنت لاقيكي في الاول بتكلموا انتوا حتى في بدايه العلاقه مثلا تكلموا كتير، بتقعدوا تهزروا، تخرجوا تشوفوا بعض كتير. لا، فهو مش يعني ما بقيتيش انتي موجوده في يومه كتير، يعني ممكن تفضلوا ايام كتير ما تتكلموش. يعني مثلا دايما يعني كنتوا بتتكلموا كل يوم، بتبعتوا مسدجز لبعض اراوند داي، لا كل الحاجات دي هتقل خالص، لدرجه ان انتوا ممكن تفضلوا يومين ثلاثه اربعه ما بتتكلموش مع بعض. طيب لما تيجي بقى تفكري بذكرياتكم بقى، فاكر لما كنت بتقولي كذا يا حبيبي، فاكر لما كنت بتعملي كذا، فاكر لما انا قلت لك كذا، فبقى مش انترستد يسمع ده، غير انه ممكن يتريق ويقعد يسخر منها ويبقى يعني كانها حاجات مضحكه بالنسبه له. يعني فتحس انه مش عايز يسمع، مش عايز يفتكر اصلا، كانه عايز يتهرب من هذه الذكريات، هي مش فارق معاه وعايز يتهرب منها، لان هو مش مهتم ببساطه شديده جدا. مش مهتم بالعلاقه، مش مهتم اصلا الحاجات دي كلها، ممكن يكون هو انساها حتى. طيب هتلاقيه مش عايز اشوفك بقى زي زمان، يعني انت تلاقيك بقى عمال يا حبيبي كلمني، مش فاضي، طب انت ما بتتصلش بيا ليه، ما عنديش وقت، عندي شغل، عندي ميتنج. انت ما بتفهميش عندي ميتنج، هو انا لازم اشرح لك يعني ايه عندي ميتنج؟ طب نخرج، معلش اصل انا صباع رجلي بيوجعني. طب يوم الجمعه، معلش اصل قاعد في القهوه مع اصحابي وبرده لازم اقعد في القهوه واشيش. طب يعني نتكلم في التليفون زي زمان، لا انا عايزه انام. هو انت برده ما عندكيش دم؟ انا عندي شغل، انا طول النهار في الشغل، برجع عايزه انام بقى، من واحد طبيعي. فتلاقيه عمال يقول لك حاجه وخلاص. يعني لما بتخرجوا مع بعض حتى هو مش مركز معاكي، يقعد يرغي بقى للصبح، انا قاعد مركز بقى مع بسكرول كده على الموبايل، بشوف مين كلمني مين عندي. فتلاقيه لازق كده موبايله في وشه كده 24 ساعه في ال 24 ساعه، لانه هو مش انترستد. الرغي انت بترغيه معاه ده مش مهم، فتلاقيه وانت بتتكلمي هو بيعمل حاجه تانية، عشان هو بالنسبه له الوقت اللي بيفقده معاكي ده مش مهم،
هو عايز يستغل الوقت ده في حاجة تانية. حتى وانتوا بتتكلموا على الموبايل تلاقيه عمال بيتصفح، تلاقيه اونلاين بيكلم حد، بيعمل كومنتس. يعني انا واحدة صاحبتي يعني كانت بتحكي لي، بتقول لي يا بنتي كنا عاملين نتكلم، انا بحكي له على كارثة وعمال اعيط واصرخ، وفي كومنت فريند ما بيننا لقيته داخل بيهزر وبيكتب كومنت وهو بيكلمني، يعني هو جاست ناو يعني لسه بعت المسج، انا عمال اعيط وبقول له انت معايا يا حسين؟ قال اه معاك يا حبيبتي، وهو عمال بكومنتس وبيهزر وبينكت مع اصحابه. فتحسي ان هو خلاص بقى انت مشاكلك بقت ضغوطات عليه، حواراتك، كلامك الحلو، كل ده ضغط عليه. اوكي، تلاقيه بقى بيتعرف على ناس جديده، تحس ان هو ايه ده، في ناس جديده بتدخل حياته كتير. بقى تلاقي مثلا الاكونت بتاعه على انستجرام في الاول كان عامل فولو مثلا ل 50 بنت، ل 50 شخص، تلاقيه بقى 300 بقى مش عارف. ففي دايره علاقاته عماله تكبر، لان هو يعني تعرف على ناس جديده زهقان. يعني انت بالنسبه له مش مالي عينه، فبتعرف على بقى ناس جديده بقى على السوشيال ميديا، على الانستجرام، فات فريندز بقى كتير كتير كتير. هو مش لاقي نفسه معاكي، فبالتالي بقى بيدور على نفسه مع ناس تانية، سواء بقى اصدقاء رجاله او ستات. تلاقيه بيدخل بقى، ما كانش بيحضر ايفنتس، بدا يحضر ايفنتس، بيخرج مع اصحابه، بيحضر بقى عارفين انتوا بقى الرايدرز بقى بتاعه الايه، وراح يلعب كوره مع مين كده يعني. هتلاقيك انت يعني زي ما قلت غيرت وقلت، وتلاقيك انت بقى تقعدي ايه تستفزيه بقى، مع انه زمان كان بيغير عليك، تستفزيه اللي هو اصله فلان بعت لي، اصل انا خارجه مع كذا، اصل انا رايحه، ما بيغيرش. هتلاقي بقى كلام الحب بقى اللي هو حشتيني، طيب اوكي، يعني ما بيردش على الكلام الحلو زي زمان، مش بيبتدي، لا ده هو ما بيردش كمان، تقولي وحشتيني يقول لك وانت كمان، مش وانت كمان وحشتيني، وانت كمان. يعني وتلاقيه بيتضايق بقى، خلاص يا حبيبتي بقى انت ما قلتيش. والزمان الحاجات اللي كان بيعملها مثلا اللي هو يصحى الصبح يقول لك صباح الخير، هو دلوقتي بقى شايف ان ده حمل عليه. يعني اقول لك صباح الخير ليه، واحنا كل يوم لازم نقول لبعض صباح الخير؟ تلاقيه برضو هدايا بقى والحاجات دي بيهرب منها، المناسبات مش عايز يجيب هدايا، لان هو حاسس ان انت يو دونت ديزيرف. نصايحه ليكي واهتمامه بشغلك واهتمامه بحياتك وخلاص كل ده بيختفي. انت هو مشاكلك بقت بالنسبه له عبء، لان انت اصلا عبء عليه، هو مش انترستد يا جماعه. هتلاقيكي عماله بتجري وراه، بتحلقي عليه كده اللي هو انت فين، انت رحت. تلاقي بقى الدنيا اتشقلبت، انت اللي بتجري وراه، انت اللي عايزه بتغيري عليه، انت اللي عايزه تعرفي هو رايح فين وجاي منين، بتحلي عليه عشان يكلمك، حطه 60 خط تحت بتحلي عليه عشان يكلمك، هو اصلا مش في دماغه يكلمك، وعنده استعداد يقعد يوم ويومين وثلاثه واسبوع ما يكلمكيش وما اسمعش صوتك، ولا انت وحشه ولا الموضوع فارق معاه. يا جماعه لما تكونوا في علاقه زي دي ارجوكم ما تستنوش لما شخص يجي يقول لكم انا مش عايزه اكمل، او انا مش قادر اكمل، او انا زهقت. امشوا بكرامتكم، امشوا فجاه، امشوا من غير اي حاجه، اللي هو امشوا اللي هو انا استحق حاجه اكتر من كده، انا استحق علاقه افضل من كده، انا استحق حب، انا استحق اهتمام، انا استحق عطف، موده، رحمه. يعني ما تستنوش لحد ما شخص يجي يقول لكم ام دان، لا انتوا اللي تقولوا ام دان، عشان انتوا تستحقوا حاجه احسن من كده بكتير. انا شفت الكلام ده كتير قوي قوي في حياتي مع اصحابي او مع اهلي او معايا او مع ارجوكوا ما تعملوش عم. يعني انا بشوف حد، لان انت بتبقى ممكن تكون بتحب الشخص ده لدرجه ان انت بتبقى مش عايز تشوف الحقيقه، تهرب من الحقيقه. ما تعملوش كده، ما تهربوش من الحقيقه. شوفوا الحقيقة الصح، بلاش تهربوا من الحقائق، بلاش تجروا كده عشان ما تشوفوش الحقيقة الصح. والله بجد يعني ما تعموش نفسكم، لا الحاجات دي بتدل ان الشخص ده خلاص مش انترستد، مش مهتم، انتوا مش بريوريتي بالنسبة له، انتوا ولا حاجة بالنسبة له. فخلاص let it go، سيبوه يروح، ما تمسكوش بحد هو فالت ايديكو، ما تجرحوش نفسكم بنفسكم يعني. بس قولوا لي بقى ايه العلامات اللي انتوا بتشوفوها واضحه جدا بالنسبه لكم، قولوا لي بتتفرجوا عليا من فين، وانتوا برج ايه، واحكوا لي بقى يعني لو حد حصل معاه المواقف دي، احكوا لي قصصكم تحت في الكومنتس، ويعني فيدوا بعض ديكوا يا جماعه، حبوا بعض يا اولاد. شكرا، بتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تتابعوني على السوشيال ميديا، على انستغرام، على فيسبوك، على تقريبا قلت الجمله دي مرتين، على انستغرام، على فيسبوك، وعلى يوتيوب. شكرا، بحبكم جدا جدا، اشوفكم في فيديو تاني، باي باي، مع السلامه. اكتبوا لي تحت قولوا لي اكتر علامه بتحصل حصلت معاكم، حصلت معاكم ازاي، وعملتوا ايه ساعتها. باي باي.